انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعقد تحت شعار المرأه وبناء الوعي، والذي يستمر على مدار يومين. يتناول هذا المؤتمر عده محاور اهمها دور المرأه في بناء الوعي الديني والثقافي، ودور المرأه في خدمه المجتمع وبناء الاسره وتنشئه الطفل، والتجربه المصريه في تمكين المرأه وتعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع وبناء السلام المرأة الفلسطينية في مقدمة نساء العالم صبرا وتحملا وصمودا وقد حفرت في وعي الأجيال المتعاقبة مع نسم فلسطين وأن هذا الاسم لن يمحوه عدوان صارخ ولا قتل ولا حصار ولا تجويع ولا إبادة ولا تنكيل وقد تحملت المراه الفلسطينيه مراره فقد الزوج والاب والاخ ومراره ثكل الولد وقامت وما زالت تقوم ببناء وعي الاجيال على الثبات على الارض وعدم قبول التهجير والنزوح وتقديم الابن تلو الاخر شهيدا فداء للأرض والوطن فتحية احترام وإجلال لهذه المرأة العظيمة. فق المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في اختيار موضوع المؤتمر الذي يهدف إلى الكشف عن أدوار المرأة المتعددة في بناء الوعي الديني والثقافي وخدمة المجتمع وتنشئة الطفل وبناء الأسرة. وإنا لننتظر أن تأتي نتائج هذا المؤتمر مسفرة كالصبح إذا أشرق فتبدد ظلمات الفكر حول المرأة وقضاياها. حرص الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الدينية والمجتمعية على تمكين المرأة المصرية وتفعيل دورها الحقيقي في البناء الحضاري والعمراني الذي تسعى اليه في الواقع وتستشرفه في المستقبل لقد عني الاسلام بالمراه عنايه فائقه لم يشهد لها التاريخ مثيلا فقد بين الله جل شانه في كتابه الكريم ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته حقوقها وواجباتها وحفظ الاسلام كرامتها وامر ببرها اما وصيانتها اختا وبنتا والقيام بحقوقها كزوجه وشريكه في, بنات في بناء الاسره التي يقوم عليها بناء المجتمع. على مدار عقد كامل شهدنا اراده سياسيه ارست اسس قويه للمساواه وتفعيل دور المراه ودعم وبناء وعي حقيقي بالدور الذي يجب ان تلعبه النساء في تشكيل الوعي الوطني